افتتحت مديرية ثقافة حلب معرض شهر الكتاب السوري الذي ضم ما يقارب 600 كتاب متنوع من كتب الثقافة والأدب ودواوين الشعر وكتب السياسة وكتب الأطفال وغيرها، وذلك في قاعة المكتبة في المركز الثقافي العربي بالعزيزية. الشهر السوري للكتاب أصبح تظاهرة سنوية تقيمها وزارة الثقافة بشكل سنوي. الهدف من هذه التظاهرة أن تعود الأسرة للكتاب من خلال تشجيع القراءة وطرح الكتاب سواء للأطفال واليافعين أو للكبار بسعر رمزي، حتى يتم عودة كما أسلفت الأسرة والطفل والشباب إلى القراءة. طبعا معرضنا الذي تم افتتاحه اليوم يضم أكثر من 500 عنوان صادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب وبحوالي 4000 كتاب بحسم 50% على سعر الغلاف. العناوين اللي بتتضمنها في عن الشعر روايات، في عن الكتاب مثلا حياتهم، في كتب أطفال طبعا الخيال العلمي، في كتب مثلا طبية، في عنا نحن هلأ صار 3 كليات آثار، وعنوان كتابي أصدقائي علماء الآثار، وهو بتكلم فيه عن حوالي 40 شخصية و40 تل أثري مين نقب فيهم. الثقافة شغلة رائعة ومطلوبة جدا، وبعد هل في عطش كبير للكتاب، ولذلك دور المعرض كان دور هام جدا يصير بهالفترة. ما زال الكتاب له قيمة، على الأقل بيكون في متناول يد دائما، بعيد عن ضجة العوالم الإلكترونية هي الصخبة. لهالكتاب بيكون له أهمية في تنمية القراءة. افتتاح مثل هذا المعرض يمثل نقلة نوعية في الحقيقة في نشر الفكر والثقافة، وهو ما نحتاج إليه الآن في مرحلة بناء الإنسان. المعرض كتير فكرة حلوة يعني، وفي كل المجالات الكتب محطوطة، مثلا للأطفال، للكتب السياسية، كتب الأدبية مثلا، كتير كانت يعني حلوة، والترتيب والتنسيق.